السلام عليكم. واش عايشين دايرين بخير؟ تسمو كامل بخير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وفي نهار جديد وفي بلاصه جديده. من اخي عبد الله اكلز دد نعوم ياه شكون شرط منيا احمد اخويا كيداير اخويا مزيان الله يحفظك ابراهيم حفظك الله ابراهيم ابراهيم الاخوان حاليا نشطوا طريق الاكلز بعيد شويه على سفر تخبط 19 20 16 دابا نمشيو نتقداو شي حاجه عندك ايزابين عندو ايزابين دمي ايزابين جيبو ايزابين ياك نجيبو خبزه مرزا خلص بعدا شي جيبو داك الجوطيس ديال اوغيني تكون قلنا يخلص في عندي الورق كونفيرمي عند عبد الرحيم الدرهم عند تكون ريكونفيرمي الاخوان عبد الرحيم غادي يخلص علينا حنا سيدي غير طلبه ياك اخي عبد الله حنا فقراء حنا الضعاف احمد غير طالب طالب هنا اخويا الله اخويا عبد الله قريبين اربع اضافه الاخ عبد الرحيم اربع ديال الكريات فماش حمريات فماش واش تاد البينيات لا عرفتش غنديرو انتو معنا موحد كامل صافي انتو معنا اكس صافي الاخوان دابا اتفقنا خويا غنديو معنا كامل اكس يلا خويا يلا باش نمطينا باش ما نتعطلوش المهم خويا دابا ناخذ شي تفتفات يلا المهم الاخوان حاليا انا واحد عطاب تقني الا هو قلت اكلز شو شكون متر غير ايوا عليه واش كنت سيتي هو اخويا قومي كيفاش كاع بلي كاع يمكن غير هذا عند دادنك اكلز ان شاء الله دادنك دار العين زركور الخير من الكيكات في جوج لوق زكزاو تشكر ربي الحمد لله طبيعه زكزو صافي دابا تقدر
حتى ما عجبش الجمهور هذا تعجب غير معاك معاك وصل بخوتي غير معاك. المهم الاخوان كما شفتوا معنا اليوم كنا في دوار اجلس اللي كيبعد تقريبا عن مدينه فراوس ب 17 كيلومتر. من راني ديجا بارطاجيت معكم في جوج مان البلان كي داير صافي برخا اجلس في جوج طاقه كيما نقول ما سيدي اجلس الكاتيب سي عبد الله شكرا سيدي شكرا تكون سبحان ربي اشكو نويت كام عندنا كام سنات ياك اخي عبد الله يا نويت عندنا كام سنات يقول ابراهيم وين وين ار جوج يقول ار جوج يقول يقول ار جوج يقول ار جوج صالح واحد اي صافي لا ان لله وانا اليه راجعين يا هنا تاتك كل لي صافي يا هنا تات مرحبا ودرنا حيبه هادشي صباح لك كلشي هادشي نقن باش هادشي كلشي داك ولا نمول كله كتحت البشره اشكون احيا نمول كل حيات البيت ما نتورقي تورقي كل سيام الدور هاد داك كل حيات البيت مع داك شنو تورقي شكون كيز اربعه داك تورق الوالدين انت غيمي دابا شحال دايس بوخرو هنا كنت بوخرو حضري تحت بوخرو هنا ايسي ماشي غير هنا ولا تبوخرو عكس معايا قلنا اش كيقول قلت لهم راه الكوندرون المهم الاخوان كني غير هذا كذا جلس في الشيج كذا السي ابراهيم عظمه الرحمن عظمه ذا السي عبد الرحيم اللي تصور معنا نحضر في مهمة الورد في الشيج وين نزل وقتي فولكين فلاري المهم شوف ان شاء الله فيديو جديد زوانش حتى لو كان شتا زوانش المهم الاخوان ارتحت وزير محمد عقاري ان شاء الله السلام عليكم نعاون ربي